Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد اليوم. ودرس اليوم حقيقة يتحدث عن كيف تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. باختصار، أنت تريد أن تظهر في أحسن صورة أمام الآخرين الذين تتحدث معهم اللغة الإنجليزية، وينظروا إلى لغتك أنها لغة إنجليزية رائعة وقوية، سواء من أجل العمل أو من أجل نفسك أو من أجل السفر، لأسباب كثيرة. بالطبع أنه أي شخص يحبذ أن يكون أفضل شخص يتحدث لغة إنجليزية وبشكل رائع. والبعض يقول: يا أستاذ مراد، أنا درست قواعد كثيرة وأتقنتها، ودرست أيضا كلمات وحفظت كلمات، وأستطيع أن أتحدث يعني بعض المحادثات القصيرة وأتفاهم مع البعض، ولكن يعني أنا تائه ولا أعرف ما هي الطريقة أو النصائح أو الأسلوب الذي المفروض أتبعه حتى أصل إلى مرحلة احتراف تحدث اللغة الإنجليزية، أتقن يعني التحدث. باختصار وبدون يعني إطالة ودخول بمهاترات أو نقاط فرعية، اسمع للكلام الذي سوف أحدثك يعني عنه، وركز على كل نقطة لأنها عبارة عن خلاصة من خبرة طويلة في تدريس اللغة الإنجليزية. أنت مطالب أن تركز على رقم واحد، عليك أن ترتب جملتك بالشكل الصحيح. أحدهم يقول: أرتب جملتي؟ نعم، أنا أنزلت مقاطع. الذي يقول: أنا كيف أرتب جملتي؟ أنزلت مقاطع كثيرة. كيف ترتب جملتك بالشكل الصحيح؟ أيهما يأتي في الجملة؟ الزمان أم المكان؟ ألا يأتي الوقت أم يأتي المكان؟ هناك كثير يعني نقاط أنا أتحدث، يعني أي كيف تستخدم الظرف في الجملة؟ كيف تستخدم الصفة؟ نقاط كثيرة كيف ترتب جملك بشكل صحيح. اتقن هذه النقطة. أنا لا أريد أن أطول الفيديو وكل نقطة أحاول أن أشرحها، لكن أنت الآن اسمع إلى نصائحي عشان أرتب أفكارك وأرسم لك الخط الذي سيوصلك إن شاء الله أن تبهر الآخرين عندما يسمعونك وكأنك درست في أمريكا أو بريطانيا أو كندا، لأن لغتك رائعة وبتتحدث مثل ما يتحدث أهل هذه اللغة، اللغة الإنجليزية. إذا رتب جملتك. وهل تعلم أنه أيضا هناك ترتيب للسؤال؟ وأنزلت عليه أنا أيضا مقطع، كيف ترتب سؤالك بالشكل الصحيح؟ يعني أنت أحيانا بيخونك التعبير وبترجم بطريقتك العربية ويؤثر عليك التعبير العربي بأنك ترتب السؤال أو جملتك بشكل خاطئ. إذا ترتيب الجملة ثم ترتيب السؤال بالشكل الصحيح، وتوقف عن استخدام التعبير العربي. يا جماعة يا إخواني، المتأثرين كثير باللغة العربية، موجود كثير هذا الشيء في محادثتك، أنت لا تشعر، أنت لا تعرف أنك تستخدم تعبيرك العربي، وهذا يجعل الآخرين بالذات لو كنت في العمل أو تعمل مع أجانب، أو لو أنت مسافر في أمريكا أو سافرت إلى دولة تتحدث اللغة الإنجليزية، لا يفهمون لغتك، وإذا فهموها يعني ينظر إليك بأن لغتك ركيكة أو غير قوية. أحدهم يقول: وأنا كيف أعرف هذا الموضوع يا أستاذ مراد؟ ركز معي، الله يحفظك ويبارك فيك ويوفقك إن شاء الله. عليك أخي الكريم، أختي الكريمة، أن تدرس محادثات. هناك محادثات عندما تقرأها تجدها سواء في اليوتيوب، في جوجل، في كتب، يعني في مناهج انجليزيه متخصصه في المحادثات، مثل يعني مثل ايش يا استاذ مراد الكتب؟ هناك كتب مثل انترتشينج، مثل كتاب سايد باي سايد، مثل استراتيجيز، مثل هيدواي، في توب ناتش، في كتب ومناهج يعرضوا لك المحادثات التي يستخدمها اهل اللغه الانجليزيه الامريكيين والبريطانيين، كيف يتحدثوا مع بعضهم. الغرض من المحادثات هذه التي أنت تقرأها ليس فقط أن تفهمها، يعني أنت مطلوب منك أنك تنظر إلى المحادثة وتلاحظ وتركز كيف تم السؤال وكيف تمت الإجابة، كيف استخدموا التعبير، كيف يعني كانت ثقافتهم في الرد على مثل هذه الأمور.
عندما تأخذ يعني نموذج على المحادثات هذه، احفظ يعني استخرج من هذه المحادثات أكثر الأسئلة شيوعا وأكثر الإجابات يعني استخداما، وإدرجها عندك، سجلها واحفظها، واستخدم نفس التعابير الإنجليزية وليست العربية. إذا رتب جملتك ورتب سؤالك ويعني استخدم التعابير الإنجليزية وليس العربية، استخدم التعبير عندهم في الاستئذان، كيف يستأذنون، كيف يعني يشكرون، كيف يردون، I appreciate it، أنا أقدر لك ذلك، don't mention it، I'm doing my best، إنني أعمل أفضل ما عندي، أعمل جهدي لكي أرضيك، no matter how hard I try، مهما عملت you never seems to be satisfied، لا يبدو عليك أبدا الرضا. كيف تستخدم أساليبهم في التعبير، كيف إنه يعني أنت حتى لما ترسل رسالة بأسلوبهم بتعبيرهم وليس بتعبيرك العربي. وكما أخبرتك هذه النقاط تستطيع أن تلاحظها في كتب اللغة الإنجليزية، في مناهج اللغة الإنجليزية، أو عندما حتى تتحدث مع الأمريكان والبريطانيين تستطيع أن يعني تلتقط بعض أساليبهم، فاحفظها وركز عليها ومارسها، ستجد أنهم سيندهشون ويجدون يعني تتحدث نفس أسلوبهم. استخدم أيضا في النقطة الرابعة كلمات وتعابير قوية، يعني توقف يا أخي الله يعطيك العافية عن تكرار نفس كلمة good bad good bad، أنت كل حاجة عندك good ولا bad، يعني أي شيء حلو عاجبك تقول good good good، إذا شيء مش عاجبك bad bad bad. يا أخي هناك صفات كثيرة لابد أن تستخدمها، وهذه الصفات يعني عد واغلط مليان، وكل ما استخدمت صفتك بشكل دقيق كل ما يعني عكست عن تعبيرك بشكل أدق، وكل ما نظر لك الآخرون أن لغتك الإنجليزية راقية وراقية، ليس فقط he is good he is bad she is good she is bad، كيف يا أخي وجدت الفلة تبعي it's good، وكيف وجدت it's bad، يا أخي كله good bad، ما عندكش حاجة مثلا ثانية beautiful pretty awesome awesome يعني شيء رائع great or marvelous or interesting، أو يا أخي عندك صفات كثير يا أخي احفظها. أحد يقول من فين أجيبها يا أستاذ مراد؟ انظر إلى مقاطعي، والله كل هذه النقاط اللي بكلمك عليها أنزلتها وجبت صفات كثيرة ونزلت مواضيع كثيرة، بس أنا الآن برتب أفكارك وأدعمك وأساعدك كيف توصل إلى احتراف أو تتكلم إنجليزي بطلاقة. أيضا النقطة الخامسة، ركز على النطق قدر الإمكان، يعني حقيقة جميعنا وانا احد الاشخاص وكل الناس حقيقه يعني عندما يتحدثوا مع شخص يركزوا على نطقه، جميل انت بتكون الجمله والسؤال وتركيب الكلام وكله ممتاز لا غبار عليك، لكن انا بركز على نطقك، هل بتنطق انت الكلمه بشكل صحيح، هل انت بتنطق الكلمه كما ينطقها الامريكان البريطانيين ولا بلهجتك العربيه؟ معلش سامحني، حاول ان تفرق ما بين لهجتك اليمنية، السودانية، المصرية، السعودية، المغربية، العراقية، وحاول انك تركز على اللهجة الامريكية والبريطانية والكندية، وحاول ان تقلد نطقهم، لا عيب. يعني البعض يقول يا استاذ مراد يعني شكلي هيكون يعني منظري امام الاخرين غير مناسب وانا احاول ان اقلد، لا 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 صدقني هذا الموضوع أبسط مما تتخيل، بالعكس ستجد أغلب الناس عندما يتحدثون اللغة العربية يتكلموا بطريقتهم ولهجتهم، وعندما يتكلم اللغة الإنجليزية أو الأمريكية تجد كثير من المدرسين وكثير من الناس بيستخدم أسلوب نطق مختلف عن العربية، والذي لا يؤثر، لا يعني تجد نفس كلامه في الإنجليزي نفس العربي، هو هذه هي المشكلة التي لا يجد البعض أنك متقن للغة الإنجليزية. يعني معلش اسمع كلامي، البعض يقول My name is Abdullah, I am from Morocco, I like English, like يعني هذه لكنة أو لهجة عربية. يا أخي معلش My name is Abdullah، يعني أنت حاول أيضا أنك أنت تكون كأنك أجنبي بيتكلم اللغة الإنجليزية. I am from Morocco. I am from Morocco. مش موراكو هو المغرب. I like. يا أخي حاول تركز على نطقك وتدرب عليه، هذا سي يعني
يؤثر على المستمعين بشكل كبير جدا، انهم يعني يتوقعوا اغلب الناس انك بالتاكيد درست في امريكا، مفيش كلام. وانا اكد لك انه كثير من الناس اتبعوا هذه النقطه ولم يدرسوا امريكا ولم يسافروا الى امريكا يوم من الايام، ولكن ركزوا على النطق فتبدو لغتهم رائعه. وانا هذا الشيء الذي اريدك ان تركز عليه، انطق صح. النقطه السادسه تتبع النطق، وانت بتنطق انطق مع الاختصارات، استخدم الاختصارات. يعني لا تكرر I am, am, he is, he's, I have, I've got a lot of problems in my life. يعني معلش، الاختصارات بتعطيهم انطباع كأنك كنت في أمريكا وكأنك كنت بتستخدم اللغة الإنجليزية مع أمريكان وبريطانيين، فيعني أنت بتختصر اللغة مثلك مثل الأمريكان، إذا أنت تتحدث مثلهم. ايضا النقطة السابعة، ركز على التجويد في الكلام. احدهم يقول يعني ما معنى التجويد؟ تجويد يعني اخي انت لست رجل آلي. يعني عندما احدهم يسأل سؤال فيقول لك مثلا هل انت دكتور؟ هل انت طالب؟ المفروض ان يكون السؤال Are you a doctor? Are you؟ يعني انت تركز انه في ارتفاع في الصوت وانخفاض. Are you a student here? هل انت طالب هنا؟ Where are you from؟ يعني Where are you from؟ ارتفاع ثم انخفاض. مش رجل آلي. Are you student؟ Where are you from؟ أنت رجل آلي. البعض اسمعهم بهذا الشكل. يعني وجب التنبيه. أنا حقيقة بعطيك من اللي أنا بشوفه أمامي. طالب بيسأل طالب يعني بيطبقوا محادثات، أو أجده حتى في الشارع فيسأل ويقول Are you doctor? You are... يا أخي لا. إذا كان سؤال فأعرف أنه مثل اللغة العربية، يعني أنت تصعبها ليه؟ في اللغة العربية مش أنت بتسأل هل أنت طالب هنا؟ من أين أنت؟ هل تحب الرياضة؟ ما نوع الرياضة الذي تحبها؟ مش بس في اللغة العربية، شوف أنه تجويد في الصوت عندي نفس الموضوع، ركز عليه في اللغة الإنجليزية. هذه النقطة كثير جدا لا يعطي لها بالا ولا يهتم بها الكثير، وتؤثر لها درجات في توبل وفي الآيلتس في اختبارات كثيرة جدا، وحتى عندما يقيمك الآخرين عندما تسألهم. تجويد الكلام، أنت لست أعلى. النقطة الثامنة، اعرف يعني ما هو النموذج المناسب للاستئذان، للاعتذار. يعني في طرق تعبير رائعه. يعني مثلا احيانا واحد يعني عندما يطلع على محادثات يجد البعض يعني يقول I can't stand it او I can't stand that. هذا يعني انا لا استطيع ان اتحمل هذا الموضوع. التعابير هذه حلوه تكون مناسبه لمواقف معينه. I can't stand يعني لا أستطيع أن أتحمل. أحيانا تكون أنت مسرح يعني عقلك في موضوع آخر، يعني أحدهم يتحدث إليك فتقول له I'm sorry my mind was somewhere else. عقلي كان في مكان آخر. My mind was somewhere else. يعني معلش يعني انا كنت في مكان اخر في عالم اخر. My mind was somewhere else. هذه التعابير واشكال كثيره منها عندما تلتقطها وتتحدث، يعني انا شخصيا تكلمت مع امريكان يعني يقولوا هذه التعابير بتعطينا انطباع انه الشخص هذا اكيد ما درسش في لغه عربيه، اكيد لم يدرس مع مدرس عربي او دوله عربيه، لانه التعابير هذه موجوده عندنا فقط في امريكا وبنستخدمها احنا. فلما نسمع شخص يتحدث بها يعني نتوقع أنه سافر إلى أمريكا أو بريطانيا، وكثير من الناس لم يسافروا، فقط يركزوا على هذه النقاط وتؤثر جدا على لغتهم أمام الآخرين. أيضا اتقن استخدام الكلمة المناسبة كفعل وصفة وظرف. يعني البعض يعني قد تسمعه يتحدث اللغة الإنجليزية ولا يعرف أن الظرف يعني الكلمة الفلانية careful صفة carefully ظرف، وكيف تستخدم هذه الأشياء، وكذلك كيف تستخدم الزمن. هذه نقطة جدا مهمة.
يعني أنت تعرف البريزنت سيمبل ودرست كما أخبرتني القواعد، لكن لا تعرف استخداماتها بشكل صحيح. هذا يؤثر عليك أمام الآخرين، أنت لم تستخدم الزمن. المضارع البسيط يستخدم مش بس فقط لكل يوم، لا لا لا، هناك استخدامات أخرى أنا أنزلتها درس. المضارع المستمر البريزنت كونتينوس لا يستخدم بس فقط للآن، يستخدم للمستقبل، يستخدم للأشياء أنزلت عليها دروس كثيرة. أنا مش حاب أطول المقطع عشان لا ندخل في نقاط فرعية كثيرة، أنا فقط أساعدك من خلال هذا الفيديو أن أسلط لك الضوء لكي تصل إلى احتراف اللغة الإنجليزية بطلاقة، كيف تتكلم بطلاقة وكيف يعني ما هي النقاط التي تجعلك تظهر أمام الآخرين بأنك يعني good conversationalist أو كما يقولون tactful، لبق في الكلام في التحدث في اللغة الإنجليزية أو good conversationalist. Good conversationalist يعني متحدث رائع، متحدث جيد، من كلمة conversation حدث conversationalist متحدث. كيف تكون أنت يعني شوف زي هذه الكلمة conversation، البعض فقط يعرف conversation لا يعرف conversationalist. عندما تأتي بكلمات جديدة وقوية تعكس للآخرين أن أنت عندك مفردات قوية، تستخدم الأزمنة بشكل صحيح. وأخيرا ويعني ليس آخرا أيضا، لابد أن تعرف الكلمة كفعل وكاسم كصفة، يعني هذه اللي أنا حدثتك عليها قبل ما ننتقل للنقطة الأخيرة. لابد يعني إيش أقصد فيها أنا؟ أقصد أنك تعرف كيف كلمة مثلا polite, politeness, politely, educate كما قلنا education, educational, educationally, uneducated, educated. الكلمات واشتقاقاتها هذه من أساسيات يعني إظهارك بصورة بارعة أمام الآخرين. والنقطة الأخيرة تدرب على السؤال والجواب، السؤال والجواب التي تجدها في المحادثات في الكتب، وإتقنها كما تسمعها ونفسها، يعني لا تحاول أن تغير فيها وتؤثر عليها بتعبيرك العربي. أتمنى أن يكون الدرس استفدت منه. إذا تحب أعيد لك إياه بشكل سريع، هذه النقاط هي التي سوف توصلك إن شاء الله أن تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. إنك ترتب جملتك، ترتب سؤالك بالشكل الصحيح، أيضا توقف عن استخدام التعابير العربي وركز على تعابيرهم وأسلوبهم وثقافاتهم باللغة الإنجليزية كيف يعبرون. استخدم كلمات وتعابير قوية تعطي من شأنها أنها تظهر لغتك أنها قوية وليست فقط good وbad وبعض الصفات القصيرة. ركز على النطق وتدرب عليه قدر الإمكان، استخدم الاختصارات، أيضا ركز على التجويد في الكلام، أنت لست آلة، اعرف الطريقة الصحيحة للاستئذان والاعتذار والدعوة عندما تعزم فلان، تدعو فلان، كيف أنك أنت يعني تنتقد، كيف تقاطع في الكلام، كيف تشارك بالرأي، كيف تقترح، هذه كلها يعني مهمة جدا. أيضا استخدم الكلمة بشكل صحيح كفعل كاسم كصفة كظرف، هذه مهم جدا. وتدرب على استخدام الأزمنة، المضارع البسيط له عدة استخدامات وكل الأزمنة لها أكثر من استخدام واحد. وتدرب على المحادثات بنفس الأسلوب الإنجليزي وليس بأسلوبك العربي الذي تحاول أن تؤلفه أنت بطريقتك العربية، لأن ذلك سيظهرك بشكل غير يعني محترف للغة الإنجليزية. أتمنى أن يكون الدرس فادكم، ولا تنسوا الاشتراك واللايك، وإذا ممكن ترسل لزملائك يستفيد من الدرس، ويعني عم الخير على الجميع. Thank you very much for your listening. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.